ضابط سابق في أمن الدولة بينشر مفاجأة يكشف عن مخطط جديد لديانة جديدة ستفرض على الشعوب العربية، وقرار عاجل من الرئيس السيسي اليوم والتنفيذ فورا، والكشف عن تفاصيل إقالة وكيل وزارة أوقاف على خلفية خطبة استفزازية، ومفاجأة ننشر تفاصيل تأجيل محاكمة الطبيب في قضية السجود لكلب، والممرض يطلب تعويضا ماليا كبيرا، والفنان محمد هنيدي يفاجئ جمهوره يتخذ قرارا مثيرا للجدل، وعاجل الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وقرار عاجل من الرئيس السيسي اليوم والتنفيذ فورا. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين من مصر والمستحقين عنهم، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، حيث نصت المادة الأولى من القرار: يمنح معاشا استثنائيا مقداره 900 جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب. وجاءت المادة الثانية: يمنح معاشا استثنائيا مقداره 900 جنيه للمستحقين عن الجهود المنتهية خدمتهم للوفاة. مصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وننتقل لخبر آخر. زي ما حضراتكم عارفين، القضية اللي هزت مصر وهو الطبيب اللي طلب من الممرض سجود لكلب، ومفاجأة ننشر تفاصيل عن محاكمة الطبيب الذي طلب السجود لكلب من ممرض، وننشر التفاصيل. قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض بقضية المعروفة إعلاميا بطبيب أسجد لكلبي لجلسة 25 سبتمبر للإطلاع. وطلب دفاع الممرض خلال الجلسة وأمام المحكمة 1,000,000 جنيه تعويضا على الأضرار التي تعرض لها الممرض من قيام الطبيب بالتنمر عليه واستعراض القوة والتقليل منه، والمعروف قانونا بالادعاء مدنيا ب1,000,000 جنيه. كما ادعى اتحاد محامي قليوبية الذي حضر منه مجموعة من المحامين ب15,000 جنيه ادعاء مدنيا لكل محام من الحاضرين. وظهر فيديو الخميس الماضي على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك لممرض يأمره الطبيب بالسجود لكلب، وتم نشر الفيديو على نطاق واسع، ونشر رواد فيسبوك وعلقوا وكانوا غاضبين على الطبيب الذي تبين في وقت لاحق من التحقيقات أنه رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، وكان بصحبته طبيب آخر وموظف إداري وقت تنمرهم على الممرض والسخرية منه. وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيب تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره بعد أن قررت النيابة حبس الطبيب الآخر وموظف إداري في مستشفى خاص، وبالمواجهة اعترفوا بتفاصيل الواقعة على سبيل المزاح فقط، وأنهم لم يكن لديهم أي نية للتقليل من الممرض. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضابط سابق في أمن الدولة ينشر مفاجأة ويكشف عن مخطط جديد لديانة جديدة ستفرض على الشعوب العربية. قال مسؤول مصري سابق إن مخططا جديدا يتم إعداده في مطبخ الولايات المتحدة الأمريكية يقوم على خلق ديانة جديدة تفرض على شعوب منطقة الشرق الأوسط تعرف بالديانة الإبراهيمية. وأكد نائب مدير مباحث أمن الدولة المصرية السابق اللواء خيرت شكري في حديث لصحيفة RT أنه في فترة بسيطة شاهدنا جميعا قيام 4 دول عربية بالتطبيع مع كيان الصهيوني الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، وكل المؤشرات تشير إلى دول عربية أخرى قادمة.
وتابع لفت انتباهي تداول ونشر كلمة الإبراهيم عند توقيع الاتفاق، ونظرا لإيماني بأن كل كلمة تخرج من مسؤول في حجم المذكورين لها معنى مقصود، فلا بد أن نلتفت لمعنى كلمة الإبراهيم. وقال شكري: هناك وثيقة بعنوان الولايات الإبراهيمية المتحدة. وأضاف: لا أقصد من تناول الحديث عن وثيقة الولايات الإبراهيمية المتحدة التسويق لها والمساهمة في نشرها بقدر كشف حقيقة ما يخطط لنا على مستوى المنطقة كشعوب عربية، خاصة وأن فكرة هذه الوثيقة بدأ العمل على تنفيذها من عام 2013، أي من 7 سنوات فقط، وأن التطبيق والتنفيذ على الأرض يتم بسرعة كبيرة من وجهة نظري. فعلينا أن نتعامل مع الوثيقة حتى لو كانت فكرة بكل جدية. فوعد بيل فور بدأ فكرة طرحت في مؤتمر 1907 بوثيقة هنري كامبل عن تأسيس كيان غريب في المنطقة العربية، عرف فيما بعد بدولة الكيان الصهيوني التي أصبحت واقعنا الآن. وأشار شكري إلى أن المخطط الجديد الذي يتم إعداده الآن في مطبخ أمريكا يقوم على خلق ديانة جديدة على شعوب منطقة الشرق الأوسط، تعرف بالديانة الإبراهيمية، تكون حلا لجميع مشاكل الشرق الأوسط. فجميع مشاكل الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية جاءت بعد ولادة السيد المسيح والدعوة المحمدية، أي بعد سفر النبي إبراهيم أبو الأنبياء. وتابع هذه الفكرة ديانة جديدة تلاقي الاهتمام المتزايد في مطبخ أمريكا التي تسعى لفرضها كحل دائم للسلام في الشرق الأوسط الجديد الذي أصبح على مشارف التحقق. وأضاف شكري أن الديانات السماوية الثلاثة تعود بنسلها للنبي إبراهيم أبو الأنبياء، والخلافات تقع على الأحداث التاريخية وأغلبها يتبلور بعد ولادة السيد المسيح والدعوة المحمدية، لذلك من أبو الأنبياء أتت فكرة الإبراهيمية وبدأت تتبلور منذ حوالي 30 سنة في أمريكا، ولكنها اتخذت على محمل الجد في عام 2013. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المهم جدا معانا في الوقت الحالي. ننتقل مع بعض الخبر آخر والكشف عن تفاصيل إقالة وكيل وزارة أوقاف على خلفية خطبة استفزازية. كشف مصدر في محافظة الإسماعيلية تفاصيل واقعة إعفاء الشيخ صبري خليل من منصبه كمدير لمديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك على خلفية أحداث شهدتها خطبة ألقاها في أحد المساجد بالمحافظة. وقال المصدر لمصراوي إن إعفاء الشيخ صبري من منصبه مدير لمديرية أوقاف الإسماعيلية جاء بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم والرئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، وبسبب عدم قدرته على إحكام السيطرة على خطبة الجمعة التي خطبها في أحد المساجد، ما أثار حفيظة المصلين وتصاعدت الخلافات بالمسجد، هدد حينها بإلغاء خطبة الجمعة. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار لأنه إذا كان هذا حال مدير المديرية فما بالك بالإمام العادي، لافتا إلى أنه تم إرسال فريق من التفتيش بالوزارة للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقيق بها. وحسب أحد المصلين فإنه بمجرد اعتلاء الشيخ صبري المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد المطافئ تحدث عن أهمية نبذ العنف والتطرف، إلا أنه اشتد في النقاش على بعض المصلين. أكد أنه يعلم أن هناك بعض المتطرفين يترددون على مسجد المطافئ، وهو ما تسبب في حالة اختناق لدى الحضور وطلبوه بالنزول عن المنبر. المصدر معنا كان من مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والفنان محمد هنيدي يفاجئ الجمهور ويتخذ قرارا مثيرا للجدل. أعلن الفنان المصري محمد هنيدي اتخاذه قرارا باعتزال التمثيل والتحول إلى مجال أغاني المهرجانات. وكتب هنيدي في تغريدة على تويتر: قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي. وأضاف الفنان المصري: أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول، مطالبا متابعيه بعدم السخرية من ذلك، قائلا: وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية. وأحدثت تغريدات هنيدي في هذا الأمر ردود أفعال واسعة، حيث انقسم المعلقون على التغريدات إلى عدة آراء، منهم من سخر منها مؤكدين أنها تأتي في إطار أسلوب هنيدي كوميدي
فيما صدق آخرون ذلك مطالبين إياه بالعدول عن قراره، وكان هناك من هو بين مصدق ومشكك. المصدر معنا كان من تويتر اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا الفنان محمد هنيدي معروف بخفة دمه ويعني فنان جميل جدا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم نشره من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، ونتمنى عدم يعني التصديق، نتمنى عدم التصديق لأي ما يتم نشره على الفيسبوك أو على أي منصة، ما نصدقش أي حاجة تتقال لنا ونرجع للمصدر ونسأله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.